يعد 9 مارس 1962 تاريخ توقيف القتال بالجزائر بعد التوقيع الرسمي على اتفاقية إيفيون في 18 مارس 1962 عيدا لانتصار الشعب الجزائري بعد جهاد وكفاح مريع دام قرنا وثلث القرن ضد المحتل الغاصب. وبما جاء عن هذا اليوم في جريدة المجاهد ل20 مارس 1962 هذا الرسول: شهر مارس شهر الشهداء تحيا فيه ذكرى أبطالنا الخالدون أمثال مصطفى بن ملعيد وعابد المهيدي عميروش سيد فواس لطفي أصقال فراج الذين افتدوا حرية الجزائر بحياتهم الغالية واستشهدوا في ميدان شرف في مثل هذا الشهر. وشهر مارس شهر الحرية في المغرب العربي، فيه نال تونس والمغرب استقلالهم وفيه يشرق اليوم على الجزائر، فهو الحرية والسلم والاستقلال، وكانت مصادفة الأقدار قد جعلت عددا كبيرا من أبطال الجزائر يستشهدون في مثل هذا الشهر، حتى أطلق عليه شهر الشهداء. ثم شاءت الأقدار مرة أخرى أن يحتفل المغرب العربي بأعياد حرية أقداره 3 في نفس هذا الشهر، فإنه ليس من قبيل التلاعب بالألفاظ أن نرى في ذلك شيئا أعمق من مجرد المصادفة. إن اقتران حرية الجزائر بذكر الشهداء وبحرية المغرب العربي كله ورمز عميق بعيد الأثر في تاريخنا ومستقبلنا. إنه رمز خالد للرباط المقدس بين الحرية وثمنها العظيم والوحدة وأساسها الروحي والمادي. إن الحرية التي كتبت بدماء الشهداء هي الحرية الحقيقية، الحرية المطلقة، الحرية التي لله فعلا وارتبط بها وارتبطت بنا قبل الإعلان الرسمي عن ميلادها، فقد اكتسبناها وأعطتنا روحها يوم صرنا قادرين على تقديم أرواحنا قربانا لها وسقيناها بدماء الشهداء. مرحبا بكم سادتي الأكارم، سيدي ولي ولي العهد مشاد، تشرفنا بحضورك، شكرا على حضوركم جميعا، لأننا اليوم نحتفل في الذكرى 55 لعيد النصر. وما أدرك ما عيد النصر بالنسبة للجزائريين؟ هذا اليوم الذي صعدت فيه شمس الحرية بالنسبة لكل الجزائريين. نعرج مباشرة على التكريمات، ونبدأ التكريمات بتكريم الشهيد الذي ينتمي إلى هذه المنطقة، بلدية سيدي ورياش، هذه هي بلدية من يافا. سيدي يخلف يتفضل.